تستهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 19 و2000 تحقيق الاستقرار النقدي والمالي لتحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال كبح جماح التضخم والوصول إلى المعدل السنوي له للمساهمة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض محافظ بنك السودان المركزي دكتور محمد خير الزبير في مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم في وكالة السودان للأنباء، استعرض السياسات المصرفية للبنك في العام الجاري 19 و2000، والذي حدد من خلاله 9 أهداف لسياساته المالية للعام 19 و2000، متمثلة في كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي وتعزيز موارد النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار المالي. وكشف عن استمرار سياسات الدفع الإلكتروني وإضافة 1850 ماكينة صراف آلي و500 ألف نقطة بيع إلكترونية خلال العام 19 و2000. فنحن حقيقه الان عملنا خطه محكمه جدا عشان تعالج هذه المشكله ان شاء الله بنهايه ابريل نهائيا. اهمها انه نوفر اوراق نقديه كافيه على حسب المعادله المعروفه. واول حاجه اهمها انت تجيب اوراق بفئات اكبر من الفئات الموجوده، لأن الفئة الكبيرة 50 جنيه دي أصبحت هي تقريبا تساوي دولار، فما ممكن أنت أكبر فئة في الاقتصاد كبير اقتصاد كبير زي السودان يكون أكبر فئة دولار. ولذلك قررنا والحمد لله حصلنا على موافقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أنه نطبع فئات 100 و200 و500.